بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا، شلونكم؟ شلون أخباركم؟ كيف الحال الأحوال؟ الله يرزقكم إن شاء الله الصحة والعافية. عم بحكي معكم أخوكم مصطفى الأمين من قناة أكلات حلبية طيبة وهنية. بتمنى لكم إن شاء الله صحة على طول، إن شاء الله تموا بخير. اليوم بدي أساوي صلصة البيتزا، يعني بالمراحل الجاية إن شاء الله نساوي بيتزا. بس هلا مشان ما أطول الفيديو كتير كتير، رح أساوي قسمين، قسم أساوي صلصة البيتزا، والقسم الثاني فيديو ثاني بعد هذا ان شاء الله مباشر، هو طريقة تحضير البيتزا بأبسط المكونات الموجودة عندكم في البيت، او بيتزا احترافية شلون بتحبوا ما في مشكلة. انا راح اسوي بيتزا كذا شكلين او ثلاثة، انا هي اللي بتعجبكم سووا هذاك الوقت. هلا اليوم نحن نساوي صلصة البيتزا، وبالفيديو اللي بعد هذا ان شاء الله نساوي البيتزا. هلا المكونات اللي بتلزمنا: نص كيلو بندورة او 600 جرام بندورة بلزمنا، بندورة يفضل تكون حمراء، هاي صفرة شوي، هاي المتوفرة لأني، بس يفضل تكون حمراء مثل هاي، تعطيكم لون طيب كتير وطعم كتير طيبة. فليفلة حمراء قرنين أو قرن واحد، شلون أنتم بتحبوا يعني. بصلتين قد البيضة، وشغلة 5 سنون توم صغار. بتزمنا كمان نص معلقة ملح، نص معلقة زعتر أخضر، ربع معلقة فليفلة بابريكا، نص معلقة كمون، وربع معلقة بهار. هاي هي مكونات كلياتها. طريقة تحضيرهم هدول بدنا نحضرهم في طريقتين لتحضيرهم: اما تحطوهم تفرموهم على الناعم كتير كتير، تنعموهم كتير كتير، او تحطوهم بالخلاط. بالخلاط طبعا اسرع واسهل. انا الله الشغلات بدي اسويها كلها بالخلاط مشان اوفر الوقت علي وعليكم. نجيب الخلاط، هاي الخلاط هلا سمعنا وسنين بالكهرباء، ركبنا له البري تبعه. هلا اول شغله بنساويها البندوره، بدنا نفرمها شوي يعني مو كتير، شوي. الترس هاد بدنا نشيله، شلون بنشيله؟ بهالطريقه هيك شلناه خالص. هلا البندوره بدي اجي اقطعها، شوفي شوفي هيك يعني، عشان اسهل على الخلاط الشغل. بس العملية شيل الترس، شايفين شلون؟ هاي هلا هيك اخر حبة بندورة معي. يعني طريقة الصلصة كتير سهلة. بعد ما نخلط هالمكونات كلها بنحطها على النار ونخليها لحتى تتعقد 10 دقايق، يعني بعد ما تغلي ب10 دقايق او اقل شوي تكون تعقدت. هلا بنجيب الفليفلة كمان بننظفها، نشيل البزر منها، بدها تكون بس فليفلة على الحل، بزر ما بدنا من هاد. هاد نشيله بايدنا، بنشيله العروقه هدول كمان بننظفهم بالسكين، نجرحهم هيك هالشكل، هيك نطالع العروقه هدول. شايفين شلون؟ ونكمل بعدين. نجيب البصل، هاي البصلة نقسمها هيك، هاي البصلة الثانية كمان بنحطها، ونجيب الثوم كمان بنحطه، هاي الثوم
كمان نشيله ونحطه. هاي التومات. هلا بدي اكمل الفليفله وارجع لكم بعدين مشان ما اطول. شوية نعناع اخضر كمان، انا هلا فرمت الفليفله وحطيت المكونات كلها. شوية نعناع يعني شغلة اربعة خمسة للعشر ورق نعناع يعني. هدول البهارات بضيفهم وقت بدي اقلية، وقت بدي اسخنها على النار يعني واساويها. هلا هيك مغطيه شغله. بسم الله الرحمن الرحيم. فتح ليك شوي. هلا بدك تساعدوها شوي لاني هلا كلها تقاسي، حتى هيك تتحرك شوي مثل ما انا عم بحركها يعني هيك. شايفين شلون صارت؟ احسن ما تم ربع ساعة بتفرموا فيها. تأكدوا انه كلها صارت ناعمة مثل المي، صارت هيك. حركة شغلة 10 ثواني وخلصنا منها ان شاء الله. بسم الله. خلصنا المرحلة الأولى، بقى عندنا مرحلة الثانية. هلا بزلنا طواي تكون تيفال طبعا عشان تسهل عليكم الشغل. هاي الطواي، ثبت الكاميرا قبل عشان نعرف نشتغل كويس. هلا بدي احط عليها 3 معالق زيت او هيك تقديريا يعني مثل ما انتم تحبوا يعني، بس لازم انه تتعقد هاي المرأة. هلا لحتى تتعقد بدها زيت، بحط شوية زيت انا، شغلة 2 أو 3 معالق اختياري يعني، المهم ما تكتروا. هاي حوالي 3 معالق زيت حطيت. هلا بشيل الخليط هذا، خلطته على الخلاط كلياته، بسكبه فوقه بهالعملية هيك. شايفين شلون أصعبة هالعملية هيك؟ بسكب الخليط كلياته. ريحة الخليط كتير طيبة. خلصنا هلا بالخليط. هلا بقى بدي اشغل تحته النار. بسم الله الرحمن الرحيم. شغلنا تحته النار، حطيناه. هلا هدول المواد التوابل، بمجرد ما الخليط يبلش يغلي بدي احطهم يعني. مو هلا بس يبلش يغلي بزمني معلقة خشب، اذا عندكم تيفال بدكم معلقة خشب لحتى تحركوا فيها. وهي هي الصلصة تبعيت البيتزا الاسطورية، صلصة كتير طيبة. هلا هي لونها هيك كاشف شوي لان انا البندورة عندي كاشفة،
انتو اذا حطيتوا بندورة حمراء بيطلع لونها احمر، عرفتوا علي؟ او بتحبوا هلا اذا حبيتوا طبعا تضيفوا لها شوية دبس بندورة حلوة كمان بتصير، يعني شوية بندورة دبس بندورة حلوة مو حامضة، حلوة تكون بمشي الحال. هلا بس بلشت تغلي برجع لكم. هاي نص معلقة دبس بندورة حامضة أنا بدي أحطها معها تعطيها نكهة أطيب. هاي اختيارية، هاي يعني ما لكم ملزومين فيها، أنتوا إذا عندكم دبس بندورة حلوة حطوا، بس أنا بدي إياها تطلع شوي حامضة. أنتوا إذا ما بدكم إياها حامضة لا تحطوا، لا حامض طاوي بندورة حامضة، دبس بندورة ما تحطوا حامض، حطوا بس حلو بتصير. بس أنا هيك بحبها تكون شوي حامضة، حطيتها بنص معلقة وشوفت عليكم. بس بلش تغلي برجع لكم. وهلأ هيك صلصة البيتزا صارت تغلي مثل ما لكم شايفين. نحن قلنا بس صارت تغلي بدنا نحط لها هدول المكونات. المكونات هني ربع معلقة بهار، نص معلقة كمون، ربع معلقة فلفلة حمراء، بابريكا حطيت انا حلوة ما حطيت حدي، نص معلقة زعتر اخضر، وتقريبا نص معلقة ملح. حطهم هيك كلهم مع بعض، بعدين بنخلطها. ريحة ريحة تغير. هلا بس هيك تحركت شوي بعيفة بعدين لحتى تتعقد. ليش عبالكم سوى الطنجرة تيفال طوي تيفال؟ منشان ما تعلق بالأرضية تبعيته، عرفتوا علي شلون؟ منشان ما تعلق. هيك هلا بالتحريكات هيك المستمرات. هلا هيك أنا ضعيفة، شغلة 5 دقايق بتغلي بعدين برجع لكم، برجع لها إن شاء الله. هاي هلا صلى قريب ال4 دقايق، بلشت هلا تتعقد. انتبهوا لسه فيها مي، المي هي تقريبا بدها تنشف. احنا بدنا الصلصه ما بدنا مسقعه ما بدنا شوربة، هاي المي هلا شوي شوي بتنشف. يعني انا حيطلع تقديريا بدها شي 5 دقايق تانية تكون جاهزه ان شاء الله. ما في شي تعليق طاول مثل ما قلت لكم، تيفال اذا متوفر احسن، ما متوفر تيفال بتكون تم عم تحركوها، يعني وقت تكون في تيفال بتوفروا حالكم تحريك. هلا بنرجع ان شاء الله كمان لحتى تنشف بقى 3 4 دقايق، بس نشفت برجع لكم بفرجيكم اياها. شوفوا هلا صار لها 3 دقايق كمان بلشت هلا تسمك. هلا هي تعقدت بس انا بدي اروح المي منها، يعني بدي اعيفها شغله 3 4 دقايق كمان لحتى تنشف ميتها. هاي الصلصه لاني بتنحط تقريبا يعني ناشفه، يعني هيك لسه مريقة لتكون انشف من هيك. شفتوا شقد كانت شقد صارت؟ بدها شوي بتصير. يعني كل شيء بدكم تساووه بدكم تصبروا عليه، لو بدكم تاكلوها بدكم تعلكوها، بعدين لتبلعوها، بعدين لحتى تنزل على المري، بعدين لتاكلوها تصير ببطنكم. وبس بل صارت ببطنكم في غيره امور بتصير كمان عمو. يعني ما في شيء بيجي بالهين. انا بدي انشفها، عرفت على شو بدي انشفها وبرجع لكم ان شاء الله. وهلا هي هي صلصة البيتزا على اصولها، شايفين شلون صارت؟ هاد نحن الشيء اللي بدنا نوصل له كله. وقت نشفت المي تبعيتها صارت هيك بهالشكل، هلا صارت صلصة معدتها او صارت جاهزة. بطفي تحتها بحطها بصحن ببردها لبين ما تبرد، بكون انا اشتغلت البيتزا ان شاء الله. بالفيديو الثاني ان شاء الله راح افرجيكم اياه. اللي شاف هلا مقطع الفيديو، اللهم صل على سيدنا محمد، مو مشترك اشترك في القناه الله يجزيكم الخير، بفعل زر الجرس يعطيني لايك، تعليق حلو مثل حكايتكم الله يرزقكم ان شاء الله، والمشترك ينشر المقطع بين رفقاته
يعطيكم العافية، وانتظروني بالمقطع الثاني إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معكم أخوكم مصطفى الأمين من قناة أكلات حلبية طيبة وهنية. أنا هلأ طفيت تحته عبارة بس بدي أشيلها أحطها في صحن، يعني ما عاد في شيء أصور لكم إياه، بقى أستروا ما شفتوا مننا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بدي أحطها في صحن بس، يعني بس انتظرونا في الفيديو الثاني.